مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم حلقة جديدة من برنامج فات لايف. اليوم نحكي عن الألعاب لما كان ماكو كهرباء ولا بلاي ستيشن. لعبات لا يزال هواي منها موجودة إلى الآن. كانت الناس تلعب دعبل، وهذه لعبة ولد مو بنات، لعبة سبع سيفونات للولد مو للبنات، الطيارات الورقية للولد والبنات، لعبة المصراع للولد بس، لعبة التصاوير للاثنين، لعبة الشرخ وهي عجلة صغيرة مال بايسيكل صغير أو عربة يربطوها بسيم قوي ويشرخون بيها، لعبة جر الحبل لعبة للولد والبنات، لعبة بيت بيوت للبنات فقط، كل واحدة عندها بيت جديد يجون الخطار يهنوها، وهم عبارة عن لعبات من قماش أو نايلون يلبسوهم أحلى الملابس لاستقبال الخطار. التوكي للبنات بس لا زالت موجودة إلى الآن، الغميضة أو اللبيدة أو الختيلة معروفة إلى الآن، لا زالوا الأطفال يلعبوها إلى وقت السحور. عمر البنات والنساء ما لعبوا لمحي بس، لأنها لعبة زلم إلا برنامجنا بات لايف، وحلوة برمضان الأكلات وعلى المحبس اطلع يا بات. ويانا أول اتصال من محمد، مرحبا يا محمد. مرحبا، رمضان كريم علينا وعليك يا محمد. شلونك؟ شلونك يا محمد؟ الله يخليك، الحمد لله. شلونكم؟ شلون معنويات؟ احنا الحمد لله والله زين الحمد لله. يلا جاهز تلعب؟ اي جاهز. يلا نشوف انا المثل. خلي شيء، خلي 6 ايام شاركت وياكم. شاركت ويانا وفزت او خسرت؟ لا والله خسرت. لا مو خش خبر. يلا ان شاء الله هالمره يحلفك الحظ ويانا وتفوز. المشاركه المهم، المشاركه حلوه، روحك رياضيه يا محمد. يلا نشوف المثل. يلا المثل يقول الدنيا دواره والوجوه كلش سهل يا محمد. الدنيا دواره والوجوه، والوجوه نفس الوجوه. الدنيا دواره والوجوه نفس الوجوه، ما اعرف اني. تتلاقى حطها لك الشباب، تتلاقى. يلا صح محمد، رصيدك $500 وراح نبيت المحبس، جاهز؟ جاهز. يلا يا الله تنزل الستاره حتى نبيت المحبس. يلا هاي الستاره نزلت والمحبس راح يتبيت وبات. يلا يا محمد المحبس تبيت. يا الله نقول ان شاء الله. يا الله يلا طق لنا اول عظمه. نطق رقم 1. الواحد، يلا نطق للواحد. تلعب. تلعب يا محمد، وعندك 3 وسائل مساعده بس اذكرك فيها. لا اعرفها. يلا الواحد راح. يلا عظمه ثانيه. رقم 5. 5، يلا نطق للخمسة إن شاء الله فارغة. تلعب. حلو تلعب، إذا محمد راح الواحد وراح الخمسة، بقى عندك 2 3 4 6 وإيديني. طقي لي إيدك اليسرى. اليسرى أطقها؟ إيه. طقت، يلا راح. تلعب. بقت عندك إيدي اليمنى و4 عظمات بالكمبيوتر و3 وسائل مساعدة. يا محمد شنو تفكر؟ قولي لي ايدك اليمنى. اطقها؟ ان شاء الله. متاكد يا محمد؟ متاكد. يلا. ضاع البات ما ظن بعد تلقونه. ضاع البات يا محمد. ويانا؟ شكرا. اهلا وسهلا، هاي مرة ثانية يخسر محمد مع الأسف. أحمد، مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك يا أحمد؟ رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد. الجميع إن شاء الله، محمد جاهز؟ الله يبارك فيك، شوفكم. إحنا الحمد لله بخير، رصينا التلفزيون يا محمد لو سمحت. نصيت التلفزيون 6 مرات. نصيته مو؟ يلا.
يلا شوف المثل لمحمد، شارك بالمثال انت يا محمد قبل ما ناخذ المثل. عفوا محمد او احمد؟ احمد مو؟ نعم احمد، احمد الموصل. اوكي احمد شارك بالمثال. ضجيج يمك يا احمد. انا يا احمد انت وياي؟ نعم وياك. يلا شوف المثل، حطوا لنا المثل. والله ما سمعت، قول لي اذا عليك. يلا، يا من تعب يا من شقى يا من وايد عرج. يا من تعب يا من شقى يا من على الحاضر لقى. يا من على الحاضر لقى، عافية عليك يا احمد. يلا رصيدك 500 دولار ونبيت المحبس. يلا محمد جاهز؟ راح نبيت المحبس. المحبس تبيت يا محمد. نعم. يلا بات محمد. عفوا احمد. نعم احمد المحبس تبيت. يلا بلش العب، عندك 6 عظمات الكمبيوتر، عندك عظمات ايدين، عندك 3 وسائل مساعدة. ما افتهمت، اطق شنو؟ ايدين اثنينهم اطقهم؟ اثنين طبعا، يعني يعني ما افتهمت، اصفق يعني؟ استحيل صفقت. طقيتن اليك يديني فارغات ما بيهن وتلعب وخوش تلعب يا احمد. احمد بقت عندك 6 عظمات الكمبيوتر، 3 وسائل مساعده، ويلا طق. يلا يا عاد ما حاب تطق يا احمد. الاربعه يلا نطق للاربعه. تلعب يلا حلو فرقه. يلا عظمه ثانيه او وسيله مساعده. احمد احمد ما تقول لي انت وين، صوت هواء وضجيج وما اعرف. والله تعزينا الشبكه ماكو شبكه، ما عرفت شويه ما دا افتهم عليك مع الاسف. يلا طق لنا عظمه. خمسة يلا نطق للخمسة. تلعب وخوش تلعب يا أحمد. يلا عندك وسائل مساعدة أو حاب تلعب أو تاخذ وسيلة. يلا اثنين يلا نطق للاثنين ونشوف الاثنين وإن شاء الله فارغة. يا الله فارغة تلعب وخوش تلعب. زين أحمد قل لي أنت يمك تلفزيون؟ والله ناقص تلفزيون بس شبكة ماكو. أها يلا أوكي، هسا عندك وقت عظمة رقم 1 3 6 وعندك وسيلة مساعدة بس واحدة. أريد وسيلة مساعدة. أنطو وسيلة مساعدة يلا خلينا نشوف. يا عظمة راح تروح الواحد أو الثلاثة أو الستة. الواحد طقينا لك الواحد ورصدك 400 دولار، ومنين تاخذ البات؟ من الثلاثة أو من الستة؟ أريدها من الستة. تريدها من الستة، قرار نهائي متأكد؟ والله يعني أنا وجهة تعامل من هذه. زين أوكي يعني من الستة ان شاء الله بعون الله. ان شاء الله يلا نشوف الستة وان شاء الله بيها. يا الله يا نرجع باسم الشرقية. مع الاسف يا احمد، حاول مرة ثانية ان شاء الله يحالفك الحال. ويانا اتصال، ويانا فاطمة من الموصل. مرحبا يا فاطمة. فاطمة اهلا وسهلا. فاطمة انت تسمعيني؟ الو. عفوا مو فاطمة. الو تفضل او تفضلي. اوكي اذا يعني هسه فاطمة مو وياي. اوكي فاطمة تسمعيني؟ احمد اعطينا فاطمة لو سمحت. راحت فاطمة. اوكي العفو. ويانا احمد من بغداد. الو السلام عليكم. مرحبا يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. علينا وعليك وعلى الجميع ان شاء الله. الو الو اسمعك يا احمد.
رمضان كريم علينا وعليك وعلى الجميع. شلونك يا احمد؟ زين الحمد لله. شلونها معنوياتك؟ الحمد لله. يلا داخل بقوة ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نشوف المثل. المثل يقول اللي ما يعرف تدابيره حنطه تاكل شيرك. الإجابة اجت من يمك، عافية عليك يا احمد. يلا رصيدك 500 دولار وراح نبيت المحبس، جاهز؟ جاهز. يلا احمد جاهز، والستارة تنزل والمحبس راح يتبيت. يلا تبيت المحبس يا احمد، وان شاء الله يحلفك الحظ وبات. احمد عندك 6 عظمات الكمبيوتر، عندك عظمات ايد اليسار واليمين وثلاث وسائل مساعدة. طق الواحد واثنين. اه يعني تطق عظمتين؟ ايه. متأكد؟ متأكد. ما خايف يعني؟ انا اعتبرها مو جازفة. يلا طق ولا الواحد ولا اثنين. ان شاء الله. حلو والله، تلعب وخوش تلعب يا احمد، عافية عليك. احمد عندك بقت 4 عظمات بالكمبيوتر وايدين وسائل مساعدة. ايه. طق ايدك اليسرى. اليسرى طقها؟ ايه. مشاك بيها، ما خايف منها، طقها. تلعب. يلا قبل لا تغير رأيك هاني طقيتها. اوكي عندك 3 4 5 6 وايدي وسائل مساعدة لا تنسى يا احمد. ايدي الثانية اطقها. ايه. متأكد؟ متأكد. تلعب. تلعب وخوش تلعب يا احمد، عافية عليك والله داخل قوي يا احمد. انت تلعب محبس يعني؟ ايه. تفوز؟ ايه ثاني مرة ان شاء الله. ثاني مرة؟ ايه. ما شاء الله عليك، يلا. ايه نطق ثلاثة. احمد قبل ما نطق ثلاثة، انت تقريبا وصلت هسه مرحلة حلوة او مستوى حلو، لعبت كلش زين، يعني اقول لو تاخذ وسائل مساعدة حتى لا تستعجل. او الطق يعني ما اعرف، انت براحتك. شو تقول؟ ثلاثة. يلا طق ثلاثة وعلى راحته. شوف الثلاثة. ان شاء الله فارغة. ثلاثة. طاع البات عليك يا أحمد مع الأسف. حاول مرة ثانية ويانا. ويانا وائل من بغداد، مرحبا يا وائل ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. وائل شلونك؟ الله يوفقك شلونك؟ يلا وائل شلونك ويا المحابس؟ والله يعني دائما برمضان. دائما تلعب برمضان؟ ان شاء الله. زين مشارك ببات لايف؟ مشارك. مشارك وخسران ربحان؟ شنو؟ والله خسران. لا مع الاسف. يلا يلا ان شاء الله. هالمرة قريبة منك. هالمرة ان شاء الله تفوز، انت شد حيلك. ان شاء الله. يلا شوف المثل يا وائل، ان شاء الله سهل. يطلع لنا على الشاشة. المثل يقول دخانك عماني وطبيخك أو طبخك. يلا دخانك عماني وطبخك. دخانك عماني وطبيخك ما إجاني. يلا نفس الشيء، شهاني ما إجاني نفس الشيء. يلا رصيدك 500 دولار وراح نبيت المحبس. العفو. يلا تنزل لنا الستارة حتى نبيت المحبس. يلا محبس راح يتبيت يا وائل وبس. يلا وائل المحبس تبيت. وائل ما افتهمت عليك لو سمحت. عيد. حلو يلا. انا صرنا التلفزيون لو سمحت وائل. اطقها. انطقها. يلا وهاي اليسرى راح. شكرا. تلعب خوش تلعب يا وائل. يلا وائل عندك 6 عظمات الكمبيوتر، عندك ايد اليمين، عندك 3 وسائل مساعدة. انطق اليمنى هم يعني. وهم اليمنى، انت مبين يعني. قبل خليني اطق. يلا بقت عندك 6 عظمات الكمبيوتر وعندك 3 وسائل مساعدة يا وائل. وائل الاهل يمك؟
اي والله موجودين بس بعدنا عن الشاشة حتى آه ما يخرج من جوفا. اه يعني ما يقدرون يشجعوك؟ ما نسمعهم اذا شجعوا؟ يلا تاخذ سيارة مساعدة ولا تطق اول عظمة او مو اول عظمة؟ لا لا يقدرون يشجعوني. اوكي وسمعين صوت ثاني؟ اي انا اريد اسمع تشجيعاني مو اريد اسمع صوت، اريد اصوات. اطق وحده ولا باخذ سائل المساعدة؟